حسن من باب الحسن. حسن حياك. ست ثلاث مرات مسوي معاملة. ثلاث مرات سويت معاملة وما يفيد. يعني دائما أسويها وكل شيء ماكو. شلون يعني؟ يعني قدمت سنة وسجل عندي. ما يجيك أي رد؟ أبد. كل رد ماكو. واسطة عندك تصير شغلتك، ما عندك واسطة ما تصير، صدقيني. تمام. تريد تسأل شيء سيد عبد الرحمن؟ ما أعتقد إذا أكو واسطة بالرابط الإلكتروني أنا ما أعرف يعني حقيقة. إحنا الرابط الإلكتروني في عام 2016 فتحناه لمدة شهر وشملنا أكثر من 850 ألف أسرة. والآن مفتوح لمدة 3 أشهر. هل الواسطة مع الرابط مع أبو المكتب الإنترنت؟ أعتقد شوية أن إحنا لا نكون دقيقين بالكلام. أعتقد إحنا كدوائر كأقسام حماية اجتماعية مفتوحة وعملنا مستمر حتى 5 عصرا. أكو عندنا أقسام يعني أتواصل وياهم حتى في الليل ينجزون معاملات المواطنين. أما إذا موجود الأخ المواطن يقول أنا مقدم أكثر من 3 مرات، أكد على هاي المعلومة 3 مرات وين قدمت. إحنا أما تقديم صار عن طريق السادة النواب بالمحافظات العراق كلها، أو صار على الرابط الإلكتروني اللي انفتح في عام 2016 والآن مفتوح وغدا يتم غلقه ونبدأ عمليات المسح الميداني. تمام. من 22/8 ذكرت إلى 22/11 الفترة كافية بالنسبة للرابط الإلكتروني لمعرفة الأرامل الفقراء وغيرهم؟ طبعا احنا بقاعدة بياناتنا في الدفعة القادمة احنا عندنا اصدارات بطاقة ذكية خلال هذا الشهر، سيصبح عدد المستفيدين من الإعانة الحماية الاجتماعية 1,590,000 أسرة. يعني ما معناه لو كان عدد أفراد الأسرة 4 نفرات، يعني ما معناها احنا ندفع إعانات لأكثر من 6 مليون فرد. بالنسبة للرابط الإلكتروني والأعداد المتقدمين، الرابط مفتوح لمدة 3 أشهر. في بداية عملية التقديم الأعداد كانت بزيادة واسعة، في حين في الأيام الأخيرة بدأت تقل، يعني ممكن باليوم وصل عدد المتقدم إلى 100 متقدم أو أقل من ذلك. أنا اليوم كنت أتابع عملية التقديم بزيادة الأعداد من خلال 8 صباحا إلى حد منتصف النهار كانت الأعداد المتقدمة كلش كانت قليلة. عملية الأعداد يعني هي ليست كل المتقدمين هم راح ممكن أن يكونون مشمولون في عملية في الإعانة. هذه الأعداد تعرض على عملية التقاطعات الموجودة مع كل دوائر الدولة، ويتم استبعاد كل من يتقاضى راتب تقاعد لربما أو لديه مصادر دخل أو أخرى، مثلا لديه مركبة كبيرة إنتاجية إنشائية. بالنتيجة إحنا هذه الأعداد ممكن أن تصبح 1,500,000. هذه الأعداد يتم إرسالها وفق بيانات إلى وزارة التخطيط، ومن خلال وزارة التخطيط لديها برنامج معد لهذا الغرض، أوزان نحصل على نتائج. هذه النتائج ممكن أن يكون عدد المشمولين اللي هم دون خط الفقر، هذول بالمباشرة يذهبون لإصدار البطاقة الذكية، ومن هم فوق خط الفقر بإمكانهم تقديم اعتراض إلى اللجان العليا اللي تكون في كل محافظة من محافظات الوطن.